غنشوفو دابا كالكو زيتيليزاسيون ديال هاد لا فورس دو لا بلاس. فغنشوفو دو زابليكاسيون، لابليكاسيون الاولى هي في لوت بارلور مكبر الصوت، لابليكاسيون التانية في لو موتور الكتريك ا كورون كونتيني. لوت بارلور مناش كيتكون، لوت بارلور كيتكون من جوج ديال لي بارتي، كيتكون من واحد تخوا بارتي، كيتكون من واحد المومبران وكيتكون من واحد ليمون، ليمون اللي عنده دو بول، بول نور في الوسط و بول سود داير. هاد ليمون كنشوفوه كمقطع، ما كنشوفوش من الفوق، لا بغيت تشوفوه من الفوق غيبان لي على هاد الشكل هذا سيركولير بيان سيلندريك. دونك هاد ليمون هذا، هاد لو بول نور اللي في الوسط، داير به واحد السلك، واحد السلك د النحاس، اي بوبين السلك ديال النحاس اللي داير بهاد لو بول نور اللي كتشوفوه، ولاصق في واحد الموبغان. هاد السلك ديال النحاس يقدر يدوز فيه كورون الكتريك. منين غادي يجي كورون الكتريك؟ منين غادي يجي هذاك لو كورون الكتريك اللي غيدوز في هاد السلك هذا؟ دونك لو كورون، دونك لو كورون الكتريك كيجي من واحد لامبليفيكاتور، وهاد لامبليفيكاتور شنو كيدير؟ هو اللي كيحول الصوت لكورون الكتريك. ملي كيوصلو الصوت كيحولو لكورون الكتريك، وكيزيد في لانتونسيتي ديالو، وعندو اون فريكونس، عندو واحد لا فريكونس، لان الصوت كيف غتشوفو في لاني بروشين سيت اون اوند ميكانيك، عندها اون فريكونس، عندها تردد. دونك هاديك لا فريكونس، هداك الصوت ملي غيتحول لكورون الكتريك، لكورون الكتريك كيحافظ على لا ميم فريكونس، لو ميم فريكونس غيحافظ لينا على نفس التردد. دونك هاديك لا فريكونس، هداك لو كورون الكتريك هو اللي غادي يجي باش يوصل، باش يدوز من هاد لو فيل الكتريك. دونك هاد لو فيل الكتريك ها هو كيدوز في الكورون الكتريك، وكيتواجد في الوسط ديال واحد ليمون، يعني كيتواجد في واحد لو شو مانيتيك. دونك اوتوماتيكمون دابري لا لوا دو لا بلاس il va subir une force électromagnétique. دونك هذيك لا فورس الكترومانيتيك هي اللي كتخليه يتحرك يهبط لتحت. دونك لو سونس ديال اف كيتغير مره الفوق مره لتحت، تو سامبلومون. علاش؟ لان لا فريكونس ديال لو كورون الكتريك، لو كورون الكتريك سي ان كورون alternatif اللي كيتغير لو سونس ديالو، حنا عندو اون فريكونس. دونك مره غادي تكون في واحد لو سونس، مره غيكون في لو سونس انفيرس. دونك بي الي كونستانت ثابته في نفس المنحه، ولكن اي كيتغير، دونك غادي تغير اف، غتغير لا فورس دو اف من لو سونس ديالها، حتى لانتونسيتي ديالها تتعلق بلانتونسيتي ديال لو كورون الكتريك. دونك ملي كيتحرك هذا لو فيل الكتريك هذا، كيحرك معاه داك المومبران اللي لاصق فيه، وهذاك المومبران ملي غادي يتحرك بالميم فريكونس ديال لو كورون الكتريك، راه غادي ياثر على الطبقات ديال الهواء اللي كاينين هنايا، وهذا هو الصوت. دونك كيفاش كيتحدد الصوت؟ الصوت راه هو واحد الموجه ميكانيكيه اللي كتنتقل عبر الطبقات ديال الهواء. دونك ملي كيتحرك عبر الطبقات ديال الهواء، دونك ملي كيتحرك هذا المومبران بواحد لا فريكونس، كيعطيني واحد الصوت بهذاك لا فريكونس. نذكر هنايا بان لا فريكونس راه نفسها اللي كانت الاول، يعني الصوت الاصلي ما تغيراتش لا فريكونس، سوف ان الصوت تحول كورون الكتريك، من بعد كورون الكتريك يعاود يتحول صوت، ولكن حافظ على لا ميم فريكونس. يعني غير هذا الصوت هذا بيان سور غادي يكون يا اما بلو الفي يا اما موان الفي، على حساب هنا واش هوت بارلور ولا لي ديزيكوتور ولا شنو. هنا الا كان هوت بارلور اللي كيرفع الصوت، فلامبليفيكاتور غيزيد لينا لانتونسيتي ديال لو كورون الكتريك، وبالتالي غادي تزاد حتى هنايا غيكون واحد ليمون اللي هو كبير، يعني بي كبيره، بالتالي غتزاد لا فورس اف، ولو موفمون غيكون كبر، غيعطيني واحد الصوت اللي هو كبر. سينو الا كان العكس غادي يعطينا صوت اصغر. هنايا هنا نبينو لي شون لي فيكتور، فيكتور ديال بي هي ديال بالخضر ثابته من لو نور لو سود ديما. فيكتور ديال لو كورون الكتريك، لو سونس ديال لو كورون الكتريك ها هو هنايا في الوسط، راه كيبان لينا، ولكن في الجناب كيبان لينا اما على شكل نقطه ولا على شكل كروه، يعني ما خارج ولا داخل، اما غادي لهيه ولا جاي لعندي. وبالزرق لا فورس، لا فورس الكترومانيتيك كيف كتشوفوا كيتغير لو سونس ديالها. علاش؟ لان لو كورون الكتريك كيتغير لو سونس، وكتصغر ولا كتكبر. علاش؟ لان لو كورون الكتريك حتى هو كيصغر ولا كيكبر، متغير ما ثابتش لو كورون الكتريك، حيت الصوت ما كيكونش عنده واحد لامبليتيد اللي هي ثابته. ندوزو لابليكاسيون الثانيه ديال لا فورس دو لا بلاس اللي هي لو موتور الكتريك. شنو هو موتور الكتريك؟ لو موتور الكتريك مناش كيتكون؟ كيتكون جوج ديال لي بارتي، بارتي ستاتيك تسمى ستاتور، هي هاد ليمون هذا
اللي فيه بول نور وبول سود، وبارتي موبيل. بارتي موبيل هي واحد لابوبين، واحد السلك نحاس طاير بزاف ديال لي سبيغ، عنده بزاف ديال الدورات. حنا غناخدو غير سبيغ وحده ونشوفو شنو كيطبق عليه. داكشي اللي كيطبق على ان سبيغ راه كيطبق على لابوبين كامله. اليمون كيف كتشوفوا هاد الشكل هذا، عنده دو بول، بول نور اي بول سود، يعني على الانتيريور كاين واحد لو شوم مانيتيك، هنا ان شوم مانيتيك دو فيكتور بي. كاين داز واحد لو كورون الكتريك في هاد، لا داز ان كورون الكتريك هنايا في هاد السبير هادي، وهي كتواجد في واحد لو شوم مانيتيك. دونك il va subir la force de la place، va subir une force de la place. نشوفو شنو غادي يوقع سي جو برونش هاد السبير افيك لو كورون الكتريك، جو دون اون تونسيون اي جو ديكلونش. تلاحظوا بانها il tourne، اللي غيخليها الدور هو لا فورس بيان سور دو لا بلاس، لا فورس الكترومانيتيك. سي جو اوغمونت لا تونسيون لا روتاسيون ساكسيلير، لا روتاسيون اكسيلير. دونك هنا لا بيان سور الى 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 زدت في لا تونسيون راه كيتزاد لو كورون الكتريك، وبالتالي تزاد لا فورس اف. هنا نبين لي فيكتور، فيكتور بي ديما غادي تكون من لو بول نور لو بول سود. لو كورون الكتريك بالحمر السونس ديال الكورون الكتريك، بالتالي لا فورس اف. لا فورس اف كيف كتلاحظوا غتاخد ديما الميم سونس، بالتالي بحال شي كوبل، كوبل دو دو فورس اللي هي اللي كتخلي هاديك سبير طور. مثلا ناخدو هاد لا بارتي هادي، هاد لا بارتي هادي كيدوز منها كورون الكتريك و خضع كتواجد فواحد لو شو مانيتيك بالخضر، هاو غادي من لو بول نور لو بول سود. دونك سي اون ابليك لا ريغل لا مان دغوات راها يسيبي فورس هذه بالزرق غتكون فيغ لو با. ميم شوز بور لوتر بارتي، غير هو هنا لا فورس غتكون فيغ لو، وبالتالي غاد الفا ني هنا تورني ني غادي دور هاد هاد لو سبير هادي غادي دور سو لي في دو دو فورس، يعني واحد لو كوبل دو دو فورس. بالنسبه لو كورون الكتريك الا كان كيبقى في لو ميم سونس، راه هاد سبير غادير غير دومي تور وغتعاود ترجع. داكشي علاش هنايا لو كورون الكتريك كيتقلب، كيف كتلاحظوا هنا، هنا عندنا واحد لو فيد مقطوع، بالتالي كيدخل لو كورون الكتريك من هنايا. دونك ملي كتجيب الدوره لو كورون الكتريك كيولي كيدخل من الجهه الاخرى، وبالتالي كتبقى ديما لا فورس الكتريك كيولي كيدخل من الجهه الاخرى، وبالتالي كتبقى ديما لا فورس اف عندها لو ميم